تمام. مؤخرا او دلوقتي احنا اعلنا عن التعاقد مع مصطفى البدري كصفقه 5 للنادي الاهلي خلال هذه الفتره، بعيدا طبعا عن اللي رجعوا من الاعاره، انا بتكلم عن الخمس صفقات اللي جم من خارج النادي الاهلي. مصطفى البدري وصلتوا في ايه لهذا الموضوع، وكيف كان او كيف اصبح مصطفى البدري لاعبا في النادي الاهلي؟ مصطفى من اللعيبه اللي كانوا خرجوا من النادي من حوالي سنتين، سنتين ونص. في الفتره دي هو اتطور بشكل ملحوظ وعمل موسمين محترمين جدا في الدوري المصري، خاصه الموسم الاخير. احنا يعني شفنا ان هو ماليا ممكن يكون القصه دلوقتي بالنسبه لنا عرض يكون مناسب، يكون عرض الولد ناخده دلوقتي في التوقيت الحالي. نعم. ونستثمر فيه برضه ونشوف ان القصه عنده عامله ازاي، تكون القصه برضه بشكل ده. الو 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 ايه يا امير، اتفضل اتفضل يا امير. متغرب. فدلوقتي فبقول لك ان احنا شفنا النهارده مصطفى ان احنا ازاي نستغله ونشوف هو النهارده يكون مع النادي الاهلي. بعد كده الخطوه الجايه ان هو يطلع اعاره الفتره الجايه. نعم. ويكون بالنسبه لنا ان احنا ازاي نستفيد فيه ماليا الفتره دي برضه. تمام. ونتفرج عليه في الدوري المصري اكتر ويحتك اكتر في الدوري المصري عشان ان شاء الله يكون له معانا الفتره الجايه بعد كده. طيب اذا مصطفى البدري هو لاعب في النادي الاهلي وستتم اعارته خلال الفتره القادمه لاحد الانديه داخل مصر او خارجها. داخل مصر ان شاء الله. داخل مصر الفتره القادمه. احد الانديه اللي هتكون هتساعده واحنا شايفين ان هي هتكون مناسبه جدا للفتره الجايه. وده في اطار الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني في اللاعبين داخل النادي الاهلي، خصوصا اللعيبه الصغيرين اللي احنا بنجيبهم علشان نستفيد منهم خلال الفترات القادمه سواء في الملعب او من الناحيه الماليه. بالظبط يا كابتن.